السلام عليكم أصدقائنا وأحبائنا وكل متابعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا. والنهاردة إن شاء الله هنتعرف على الدوشمة وضبط الدوشمة الأمامية بكل تكتها وتفاصيلها في الحلقة دي. زي ما أنت شايف معانا صوت أهوت، دي حاجة الجنزير المعروفة وبعض الناس ما بتقدرش تظبط الدوشمة ديت، فأنا حبيت أعمل لكم الحلقة دي وأظبط لكم الدوشمة بطريقة سهلة بسيطة. بس بدعو كل الناس اللي أول مرة تشوف على القناة وأول ما تشرب أول مرة تشوف الفيديو بتاعي اشترك معانا، فعل زر الجرس واعمل لنا لايك عشان نوصل لأقوى مشاهدين، وتابعوني للقناة إن شاء الله. وإن شاء الله عندنا فيديوهات كتير كل بما يشمل هو صيانة الدرجات وكل حاجة عن الدرجات. الدوشمة اللي معانا دي دوشمة أمامية زي ما أنتم شايفين، مشكلتها طبعا الجنزير بيوقع وبيتحك أو السرعات مظبوطة. دي كله في الحلقة دي هتعرف إزاي تظبط الشغل ده وبطريقة سهلة بسيطة. زي ما أنت شايف معانا الدوشمة دي فيها مسمارين، مسمار يمين وشمال. المسمارين دول لازمتهم ايه؟ هم دول بيتحكموا في مسار الدوشمه بالنسبه للجنزير، وهو اللي بينقل السرعه، هو اللي بيظبط المسافه السرعه اللي هي اللي بين اليمين والشمال. يعني انت مثلا بيبقى عندك طوبتين، طوبه يمين او طوبه شمال، فانت بتجيب اخر مشوار من هنا او اول مشوار من هنا، يعني هي بتبقى بينهي المسار ده، هو بيظبط المسافه دي، يعني باخره كده واخره كده، والدوشمه بتشتغل على نفس النظام. طيب نظبط المصلحه دي عشان نفهم بقى شرح عملي. المسمار الداخلي ده بيدينا اخر مشوار اهو، لو انا ربطت كده هتحس المسمار الداخلي اهوت، دي بيدينا زي ما انت شايف طلع الدشمه لبره، تمام اهو زي ما انت شايف كده، دي اخر مشوار. يعني لو انت بتنزل الشفطر طبعا الدشمه بترد تاني، فانت بتظبطها على المعدل المعين اللي انت عاوزه، وطبعا بتظبطها بحيث ان الجزير يكون في النص، لا بحكي يمين فلا شمال زي ما انت شايف كده اهوت، تمام. اهم حاجه ما يحكش، تمام اهو كده الجنزير ما عادش بيحكي معايا، الصوت اللي انتوا كنتوا سامعينه راح، تمام. فاضل حاجه بسيطه وهي ضبط المشوار الاخير. طيب مثلا انا ضغطت على الشفطر اهوت، تمام هوريك اهوت، بضغط على الشفطر مثلا، طبعا اصلا ما بضغط على الشفطر الدشم معايا بتطلع لبره، تمام اهوت. بعد ما بتطلع لبره بتبدا تنقل اللي هو سرعه الترسير معايا. طيب انا ضغطت قوي، تمام كده الجنزير هيقع لبره ومش هيركب على الترس، تمام. هو كده زي ما انتم شايفين كده مش راكب، هريح سنه الدشمه بتاعتي، تمام اهوت، ونزل على الترس تاني. طيب اظبط بقى على المسار اللي انت عاوزه، تمام اهوت اهوت كده، ركب على الجنزير زي ما انا عاوز، ركب على الترس اهوت، تمام اهوت اهوت اهو كده، راكب على الترس بتاعي اهو، اوريكم برضو الكاميرا. طيب احنا هنعمل ايه في المشوار ده بقى؟ بحيث ان هو ما يضغطش جامد على الترس، هنيجي على المسمار اللي هو المسمار الخارجي بتاعنا اللي هو ده، واربط وحدد المشوار بتاعي اهوت، اخرك اهو، بقول له انا بقول له انت اخرك كده، تمام. ساعة ما اسيبه يرد اهوت، ساعة ما اسيبه يرد سقط لي الجنزير. طب نفترض ان الجنزير ما سقطش، اعمل ايه؟ احل على المسمار سن، تمام اهو، بحيث ان ما يسقط لي الجنزير بتاعي. طب برضو ما سقطش، تمام احل على المسمار بتاعي سن اهو، طب انت شايف اهوت اهو، نقل تاني، تمام. طيب كده انا ظبطت. طب اجرب برضو واشوف انا شغلي مظبوط ولا لا، هضغط على الدشمة كده، نقل تاني، تمام اهي. طيب الجنزير برضو مش مظبوط اوي، قام رابط راجع تاني، رابط على دي سنة بسيطة خالص اهو، تمام اشوف تاني، نقل على الترس لتحت تاني، تمام اضغط كده اهو. زي ما انت شايف في برضو التقطيعة دي، طب التقطيعة دي انا عليها ازاي؟ اهو افك على المسمار الداخلي سن، تمام اهو اهو ظبط، ركب الترس اهو، سامعين اي صوت اهو. طيب ارجع تاني برضه عشان الناس برضه تعرف تشوف، نظبط الكاميرا اهو اهو، الترس نزل اهوت، مش سامعين اي صوت ومظبوط اهو، تمام. طب نشوف تاني برضه شغلانه، لا مظبوط ولا لا اهو اهو، الجنزير ركب اهو وبقى مظبوط ومية مية. طيب كده احنا طبعا ظبطنا الدشمة بتاعتنا، طب نعمل ايه تاني؟ هنيجي بقى نسقط الشفطر بتاعنا اهوت
ونبدأ نجيب السلك بتاعنا اهوت، ونسحب سلك جامد خالص زي ما انت شايف اهو، ونبدأ نركبه في المسمار بتاعه اللي هو مسمار الجلاش بتاع الدشمة، تمام. ونبدأ نربط اللي هو المسمار بتاعنا اهوت، تمام. طبعا تربط المسمار 10، مفتاح 10 حسب المتاح عندك. المتاح عندي دلوقتي البنسة، مش أي مشاكل خالص، تمام. وأدخل بقى السلك ده في مكانه وأبدأ أجرب كده بقى من فوق الدنيا عاملة معايا إيه. نشوف كده زي ما أنت شايف أهوت، كده اتنقلت أهوت زي ما أنت شايف كده، النقل بقى مظبوط أهوت زي ما أنت شايف أهوت، نظبط شوية أهوت كده الدش، وكده ظبطت معانا اهيت. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة تانية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوناش بكل ما هو جديد عندنا إن شاء الله. كل سنة طيبين، مسابقة شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.